حفلنا الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء أعضاء اللجان المهتمين والمتابعين في ميدان الإهباب أعلن عن حركة جديدة وشوط آخر يتجدد وهو الشوط العاشر، يعتبر الشوط الثاني لأبناء القبائل والشوط الأول للمهجنات الأصائل لأبناء القبائل. نذهب إلى المقدمة ونتابع الصدارة، نتابع الشوط والمسج. راشد بن سعيد بالغافرية من يقدم لنا المسج بالمركز الأول. مسج أخبارها طيبة إن شاء الله، يعني تمر على كل الجروبات، تمر على كل الجروبات أنها اليوم طرش مسج بالغافرية، عاد طرش لنا مسج اليوم، وإذا فازت مسج بالمركز الأول وأيضا تأخذ التهاني، تتقبل التهاني. هنا المركز الثاني نوف وراشد بن محمد بن مطر بن سعيد هو من المريخي من يتقدم بالمركز الثاني، والمركز الثالث نشوف يا بن معدن، نشوف المركز الثالث، هذا شعار بن سليم، شعار بن سليم على ظهر اللي هي المايدية، حمد بن سالم بن سليم وبن حميدان يقدم لنا المايدية، أحمد بن علي بن محمد بن حميدان مع المايدية، والمركز الخامس هذا شعار المنصوري، شعار المنصوري أظني، شعار للأسف ما موجود عندنا في الكشف، نشوف المنصوري، المنصوري اللي بالمركز الرابع الآن، والمركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس هذا شعار سالم بن محمد بالطبيعة على ظهر صعايب، على ظهر صعايب، قدم لنا مخزونة في الشوط الأول وفازت وانتصرت بالمركز الأول، والآن يقدم لنا صعايب، الآن يقدم لنا صعايب بالمركز السادس، ونشوف المركز السابع، المركز السابع فهنا نسيم، يا نسيم الصباح سلم على بن رشيد، سلم على بن رشيد وقل له أن نسيم بالمركز السابع الآن تتقدم بشعاره الجميل المعروف علي بن سلطان بن رشيد دكتور الأصايل، والمركز الثامن هذا شعار سالم بن راشد بن غدير الاشتبي مع فرح، فرح يا فرح، فرح الناموس، يا سلام، افرح افرح ورقص واركض يا بن غدير، عندك انت في منطقة معروفة، منطقة مرغم يطلقون عليها بوابة الناموس، بوابة الناموس وبوابة الانتصارات. المركز السابع، المركز السابع وصلنا مع بها، هني هني الخطورة القادمة، هذا الشعار من الخوف، هذا الشعار من الخوف، من تشوفونه أسود على أصفر جماله فايق المنظر، هذا هو اللي يخوف، هذا هو اللي يخوف. نعم وجنا سالم بن سيف بن علي بن كليب من يقدم لنا هذا الشعار ويقدم وجنا ويضمها إلى القافلة، يضمها إلى القافلة الأولى. المركز التاسع وصلنا مع منصة، منصة مرة اعتبها منصة، منصة قال لي بالطبيعة لا اسمها منصة، منصة هي يعني ما تعرف كيف ذي منصة ومنصة، طيب هذه منصة، هذه سبق وأنها فازت بالمركز الأول أذكرها السنة اللي طافت، ومحمد العبيد بالطبيعة من يقدم هذا الاسم. المركز العاشر وين عنا بعيد بعيد، خلاص خلونا خلونا مع المجموعة الأولى، خلونا مع المجموعة الأولى، والله المنصوري، المنصوري هادف أظني قلنا اسمه، هو ما مدون عندنا اسمه، ولكن ما أدري هادف المنصوري أو ابن عمه، المهم المنصوري، المنصوري بالمقدمة، المنصوري على مقدمة الشوط يقدم، بنسميها بنسميها الغربية، بنسميها الغربية، قادمة قادمة من الغربية، قادمة من الغربية، يا راعي يا راعي الغربية، روح ما نسمعك، ما اسمع ما اسمع، اوكي روح روح روح. طيب العين، العين اللي بالمركز الاول، العين اللي بالمركز الاول يا ناس، ما صحيح ناصر بن سعيد بن سالم العمري، العمري هو من يقدم لنا العين، يا عيني على العين، ولكن قلنا اسود مع اصفر جماله فايق المنظر نوره عشاني كانه ليله القدر، يا سلام يا راعي وجنه، هذا الشعار اللي حذرنا منه، هذا الشعار اللي قلنا يخوف يخوف يخوف، يوم ينزل في الميادين يخوف، يحسبون الاحساب المضمرين، يحسبون الاحساب
حساب، المضمرين يشوفونه مرعب 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 مرعب، هذا هو المرعب يا سلام. هذا راعي راعي نزوة، راعي المدام، راعي الطويلة، هو من طلع إلى المركز الأول بالرشيد مع نسيم، بالرشيد مع نسيم، والعمري مع العين، العمري مع العين، دار الزين، الله الله الله، بدأت الإثارة. روح يا بن معدن، روح، بتروح عنا وجنه، بتروح وجنه، يا سلام يا سلام. نسيم ما زالت بعدها عندها الفرصة الأخيرة عندك يا بن رشيد، تلحق ما تلحق الله أعلم الله أعلم، حد بينضم لهم. بن سليم يهدد، بن سليم قادم يهدد، ولكن لا تهدد، خلاص خلاص، ما في مجال. طارت الطيور بما في صوايدها، طارت الطيور بأرزاقها، طار بن كليب، طار، أقلع مع الرحلة رقم واحد بالمركز الأول ويحط بالمركز الأول. نعم هذه وجنة مشاهدين الكرام التي أبدعت وأسرعت وتفننت وحاورت وناورت، والأخير انتصرت في النهاية. ما يصح إلا الصحيح. سلام يا بن كليب، سلام. نهني سالم بسيب بن علي بن كليب، نهني على فوز وجنة بالمركز الأول، المركز الثاني نسيم علي بن سلطان بن رشيد، المركز الثالث حمد بن سالم سيم، الرابع وصلت المسج علي بن عبيد بن رشيد، والخامس فهنة شعار بن سليم علي بن سالم بن سليم على ظهر نجوة. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، انتهينا من هذا الشوط وإلى الشوط القادم إن شاء الله.